الاعداد ديالنا والاعداد ديال الدول، اش كاين الفرق بين هذوك؟ وثانيا هو القضيه ديال ما هو موجود في الرفاهيات ديال الطبيعه، فعليا ما نستغلش فين طرحنا هذا الموضوع في الوقت اللي نحبسوا الرمزاج على الطبيعه اكثر الماضيه، ولا زي ما ديما ديما هذا نوصل لهذه الوتيره. انا كنشوف بان ليزيما عندنا اونفور بوكو كلهم فيهم دي بونت اللي كيتشدوا من تحت الماء وكيمشي في لي زوكوزي وكيمشي للبحر. اذا علاش حنا جانا حنا غادي نبقاو مقاطعة نخلصوا لي كونتور ديال ليغاسيون مثلا بحال هكا ديال العمق خسرت عليها الموضع ديال العمق هي تفكر ديالو راه ديال مزيان وهذه البلاصة فيها لنا كاين موجود. اذا اذا كان نديرو تشويه من الدورة الجاية ونبداو الاخر وكاعو الابار ونستعملو ليهم لي بانو فوكوز فوتوفولتايك باش تا الاقتصاد تاعو الكهرباء باش نشدو الماء نديرو مثلا كل ريف ربعة خمسة ستة لي بانو ونهار كامل لما ناخدو والإلكتريسيتي ديال ما تكون الشمس نبداو نسقيو احنا كنسقيو زيرو ديال اذا هذا الزوج كنظن انه في الاستئجاري ومهم جدا. كنظن ما غلطتش من اللي قلت بان المواطنين اختاروا خير الناس اللي كيدوروا في هذا المجال. دونك المقترحات اللي جات كلها صائبه وبالفعل كنطلب من مصلحه الاحتسابات الى ان يمكن يدار شي تحويل في اخر الوقت ولا كانت الامكانيات الماليه تتسمح دار دوره استثنائيه ويدار لهم اقتراحات ونقتصدوا لنا ونقتصدوا كيتستغلوا داخل الروض وبالتالي الحضاره اللي كتستغل هذه الكونسوماسيون هذه ماشي بس هضرنا في ترشيد النفقات اننا نحطوا الابار ونحطوا العمليه اللي قلتي ديال لي فوتوفولتايك ان الطاقه الشمسيه ونخدموا في هذا الاطار وللاحاطه ان كنا الدار البيضاء من خلال كازا بيضاء راه هي غادي تكون بواحد العمليه ديال اعاده مياه غير صالحة باش لما تدخل السقي وكاين مقترح وكاين برنامج جديد دار في هذا الإطار وتمهيد في هذا الإطار وكازا بيضاء خدامة فيه وراه يمكن في الأيام المقبلة وهم كيسرعوا بهذه العملية باش تخرج الوجود بأن ذاك لو إن زي اللي كيمشي للبحر أنه في لي زيكو ولا في لي روكار لي روكار فيزيت أنه غيكونوا دي زاباراي كتقدر تصفية النفس الآلية على أساس يتصفى به الجرادير والأماكن باش تبقى عندنا خضرة وبالتالي تا نو بيزي تا هو نستافدو منو بإعادة الدورة ديالو المياه ديالو وواحد العملية اللي شكرا سي بشار واحد العملية اللي كتقوم بها كازا بيئة خصوصا اللي غادي اللي غادي يستافد من الساحل ديال المقاطعة كلها اي عين دياب ولا كورنيش والمنطقه ديال الحج المنطقه ديال لابي حسن دو على اساس انها غتبدا تسقى من الماء ديال العين ديال سيدي باش اي اليوم راه الى شفتوا اي مكان لان العمليه راه بدات بان غادي يبدا واحد الغاسه كبير تما ويتجمع في الاولى اللي كان كيخرج ديال سيدي كانتو في البحر ويتجمع في واحد الغاسه ويبدا البومباج وغادي يبدا يسقي المنطقة الساحلية ديال سي عبد الرحمن كلها والجردة وغادي يكون ممكن حتى المناطق ديال لابي حسن زو. دونك العملية راه بدات حنا المساهمين حنا في المناطق الداخلية اللي غاتكون كازا بيئة غادي تشوف دوك لي روغار دي فيزيتا تحطلو مع لي زاباري اللي يكون كونسر وحنا بالدور ديالنا حتى المساهمة ديالنا بالابار وهاد الطاقة الشمسية دونك باش تكون الكلفة ديال الماء والكهرباء داخل المقاطعة تكون طريقة وداكشي اللي غيمشي للاستهلاك يمشي للاستثمار لصالح المواطنين. شكرا.
طبعا طبعا مثلا الزرقاء الجواليقي جاو حيدوا الفطور ديال الضوء وما ربطوهمش الان ربطوهم اليوم الاحد اللي فات انه تقطع الضوء على الناس تقريبا نهار كامل من الحد كامل كاين اللي خسر ثلاث شهور على مرة حنا كنعيطوا نهار كامل حتى السد عشيه وميكاسوني كيقول لك انتظر معنا كتبقى تتصل بالموسيقى في التليفون تيكون الساعة كتصل وما كاين استجابة Thank you.
دونك وبالتالي نشكركم على سعه صبركم وعلى حضوركم وتحضير الدعوه وعلى الاعمال اللي نشرتوا امامنا. شكرا لكم مره اخرى والى اللقاء. باقي لجنه وباقي لنا الاعمال ديالنا معكم بالشرف لان عمل يومي لان هذه المصلحه العامه وكنا مشتركين. شكرا لكم. وبالتالي اشكر جميع اعضاء المجلس على هذا التجاوب وعلى الافكار الجيده اللي نقترحها في مجلسنا مره اخرى. دونك اعيد واقول كلمه قبل الختام وقبل نصب البقيه الموضوع لصاحب المجلس التي هي حليمه كتابه المجلس كاتبه المجلس. كنقول لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا ليس ثلاث وانما عدد ما تحبون من الشكر حتى يفلس الصبر. شكرا لكم على الافكار ديالكم، شكرا لكم على المشاركه الجديده والايجابيه، شكرا لكم على جميع الافكار، شكرا على التلاؤم اللي كاين داخل مقاطعتكم. نختلف لكن لكن نختلف لاجل المصلحه العامه. نتوافق في الاخير لاجل المصلحه العامه ولها نحن هنا ولاجلها نحن هنا ولاجل وطننا نحن هنا. فلأجل الوطن فنحن مستعدين للعمل حتى نرفع من مستوى هذه المقاطعة حتى يرتاح مواطني مقاطعة قنطرة لمردود عملنا الذي نقوم به. شكرا لكم والبقية إذا كانت شي حاجة واجب الحمد لله الهدايا لا يفسد في وجه احنا بعيدا عن كل عنف نقضي ولا جسدي ولا ما مشاهدين شوف تيفي غادي نبقاو مع برقية الولاء المرفوعة للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. إذا نتمنى مشاهدينا وفياء أن نكونوا حقنا بهذا الدورة العادية ديال المجلس مقاطعة أنفاق. يشكروا كذلك العمل اللي كيقوموا به جميع رؤساء المصالح والموظفين والكمال داخل على المقاطعه وعلى راسهم السيد المدير على العمل اللي كيقوموا به والجبار والتفاني في الاعمال حتى انهم راه ما كاينش العطله داخل مقاطعه القنطان عطله اسبوع والو الكل يتبنى حتى ايام السبت والاحد انهم كيجيو وحدهم وان الضعف كاع اللي ما عمرو ما خد حتى العطله السنويه ما كياخذهاش في كثر الاعمال ديالهم الا كنحسوا بان العمل ديالهم فهو حب لهذه المقاطعه والسكينه ديال هذه المقاطعه. وحتى لا ننسى عمل كبير في اطار التشارك والمواكبه ديال السلطه المحليه والمفهوم الجديد للسلطه
اللي كتقوم به السيد العام وكيقوم به السيد الباشا مشكورين جيب باسمي مشكوركم باسم الاعضاء الجديد كنشكركم على العمل اللي كتقوموا به ومن خلالنا كنطلبوا منكم انك توصل الشكر ديالنا للرؤساء الملحقات الاداريه وجميع الموظفين التابعين لها واعوان السلطه وكذلك اللي كيقوموا بالعمل ديالهم ليل ونهار داخل هذه المقاطعات الحمد لله لكل منسجم في هذا العمل وكنكملوا بعضياتنا كنخصو نديروا لو كومب بيناتنا دونك الشكر للجميع وبدون استثناء. وقبل الختام نعطيك اليوم السيدة رئيسة المجلس نادي القرى رئيسة كتابة المجلس نائبة كاتبة المجلس كاتبة المجلس لقراءة البقية الموضوعة مستر العام وكلا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الدين. ولاء الإكرام مرفوع إلى سدة العالية لله صاحب الجلالة الملك محمد السادس والله غيابا. مولاي صاحب الجلالة، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس مقاطعة حمقى أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس وموظفي وسكان المقاطعة لأن يقع إلى مقامه العالي لله أسمى وأصدق آيات الولاء والإخلاص بمناسبة انعقاد أشهر الضوء العادية لشهر يونيو 2020 وذلك يوم الثلاثاء 26 بالقعدة 1445 هجرية موافق ل 4 يونيو 2024 ميلادية. معيبين لجلالتكم عن تأكدنا لأواصر البيعة وتشبثنا الدائم بأهداف العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد ورقيها واستقرارها وتقدمها. سائلين الله العلي القدير أن يسبغ عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة والعناء. مولاي، إننا نثمن عين الإصلاحات الكبرى والبواشي المفتوحة ببلادنا في مختلف المجالات تحت قيادتكم الرشيدة والتي تشكل ثورة حقيقية غير مسبوقة. سترقى ببلادنا إلى مصاف الدول التي تشق طريقها بثبات نحو الأفضل. عبر تحقيق الإقلاع الاقتصادي مع تصريع وتيرة النمو والتقدم والرخاء والعدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات التي تعرضها الساحة الدولية في أفق سنة 2030. حفظكم الله يا مولاي من كل مكروه وأعز أمركم وخلد في صالحات ذكركم وسدد خطاكم وخلد جهودكم وأعمالكم المباركة بالتوفيق والنجاح لما فيه الخير للوطن والمواطنين. وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشقيقته السعيدة الأميرة ليلى خديجة وشد أزركم بصاحب السمو الملكي السعيد مولاي رشيد وكافة أظهار الأسرة الملكية الشريفة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والسلام على مقامكم العالي لله ورحمته تعالى وبركاته. حرنا بالدار والدار فبتاريخ 26 ذي القعدة 1445 هجرية الموافق ل 4 يونيو 2024 ميلاديه خادم الاعتاب الشريفه محمد الشباب رئيس مجلس مقاطعه حمقى. إذن تحية لكم شكركم لحسن المتابعه القاكم في بث مباشر اخر والى اللقاء.